النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. نبدأ بآخر صور الأقمار الاصطناعية. كان هناك كميات من السحب والغيوم صبيحة هذا اليوم في المناطق الشمالية من المملكة، مرافق لتأثير تقريبا منخفض جوي بعيد متمركز عن المملكة، وكان هذا أثاره البعيدة. تسببت هذه الغيوم ببعض الأمطار المحلية في بعض المناطق سواء الشمالية أو حتى الوسطى من المملكة. بالنسبة لتوقعات الكتل الهوائية، فكما نلاحظ هذا اللون الأخضر ينوم على وجود كتلة هوائية باردة نسبيا تسيطر على كامل مناطق شرقي البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة كما لاحظنا عليه الحال اليوم الخميس، حيث بلغت درجات حارة دون معدلاتها المعتادة مثلا في العاصمة عمان. غدا الجمعة، بالرغم من أنه يوم حظر، لكن يعتقد البعض بأن الطقس سيكون بارد. في بعض المناطق سيكون الطقس أكثر دفئا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، في حين يبقى مائل للبرودة بعض الشيء فوق المدن الأردنية والمرتفعات الجبلية. ولكن اعتبارا من يوم السبت، كما تلاحظون هذا اللون الأحمر الذي يظهر فجأة هذا ما بين الجمعة وهذا يوم السبت، تندفع كتلة هوائية دافئة ربيعية نحو المملكة مسببة ارتفاعا ملحوظا وملموسا على درجات الحرارة. بالتزامن مع بدء الاعتدال الربيعي، ترتفع درجات الحرارة يوم السبت إلى مستويات ربيعية، وكذلك أمر هو يوم الأحد كما نلاحظ المزيد من الارتفاع درجات الحرارة، وسيطرت كتلة هوائية ذات درجات حرارة مرتفعة ربيعية، وهي بالمناسبة أعلى من المعتاد مبكرة بعض الشيء لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله في أغلب مناطق المملكة. أما بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة، فالأجواء تبقى باردة هذه الليلة، درجة حرارة الصغرى فقط 6 درجات مئوية، بل وتكون شديدة البرودة في بعض مناطق بعض مناطق البادية والسور الشرقية وجبال الشراء، وربما يتشكل أيضا الضباب في بعض المناطق نتيجة ارتفاع مستوى الرطوبة النسبية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة، إذن غدا الجمعة يوم الحظر 16 إلى 10 درجات مئوية، لكن نلاحظ الارتفاع الملموس جدا على درجات الحرارة يوم السبت، 22 درجة مئوية متوقعة في العاصمة عمان نهارا والصغرى 13 درجة مئوية. المزيد من ارتفاع درجات الحرارة يوم الأحد 23 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 15 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الجمعة والصغرى ليلة الجمعة على السبت، أو ليلة عفوا الخميس على بل نعم الجمعة على السبت في مدن ومحافظات المملكة. نبدأها شمال من إربد 17 إلى 10، 16 إلى 10 في عجلون، 19 إلى 11 في جرش، 18 إلى 10 في المفرق. المناطق الوسطى في العاصمة 16 إلى 10، 15 إلى 10 في السلط، 17 إلى 11 في مأدبة. نلاحظ في البحر الميت من 23 درجة مئوية في ساعة النهار الصغرى 18، أجواء أكثر اعتدالا. أما في الزرقاء فهي تكون من 19 إلى 11 درجة مئوية. جنوبا تكون في الكرك 17 إلى 11، في الطفيلة 16 إلى 11، في معان 21 إلى 11 درجة مئوية، في جبال الشراء من 15 إلى 10. أما في خليج العقبة فترتفع العظمى إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، والأجواء معتدلة في حين تكون في ساعات الليل 18 درجة مئوية. ختاما في المناطق الشرقية تكون في الرويشت من 20 إلى 11، 21 إلى 10 في الصفاوي، و22 إلى 10 في الأزرق. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير وصحة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال.